سيد أحمد مرحبا بك. يبدو أن العقوبات والتشديد في العقوبات والسعي في العقوبات لم يؤتي أكله بعد 50 عاما من العزل ضد كوبا، وهو بالتأكيد لن يؤتي أكله مع بلدان أخرى، أليس كذلك؟ العقوبات كانت ربما تصلح في مرحلة الستينات والسبعينات والثمانينات، ولكن نحن نعيش في عصر السماوات المفتوحة، عصر الإنترنت، عصر الاقتصاد الكوني الذي لا تجدي معه عقوبات. وربما الرئيس أوباما بيؤكد على مبدأ سياسي أنه من الأفضل أن تتحاور مع خصومك على أن تنعزل عنهم. نعم، أي رسالة يراد توجيهها وأي معنى يمكن أن يفهم من عودة العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا؟ سبق عودة العلاقات اليوم إرهاصات ربما تعود إلى 2008 منذ حملة الرئيس أوباما الأولى، أنه وعد أن يخفف من القيود المفروضة على السفر إلى كوبا، ولكن كانت تشمل فقط الأمريكيون من أصول كوبية، وكانت تتم عن طريق تصريح من وزارة الخزانة الأمريكية وعن طريق الطيران العارض من ميامي إلى هافانا. اليوم هذا القرار بيفتح الباب على مصراعيه للسفر إلى كوبا للتحويلات المالية إلى الاستثمار المباشر، ولكن الاستثمار المباشر ربما يتأخر بعض الشيء انتظارا إلى صياغة اتفاقية حماية الاستثمارات الأمريكية على الجزيرة الكوبية. نعم، نحن نعلم بأن انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا يعني أنتجت ربما فريقا سياسيا مضادا، وهو الجمهوريون سيطروا بشكل كبير على المجلس. يعني إعادة العلاقات والمياه إلى مجاريها مع كوبا تتطلب من أوباما أن يمر على الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة لاستشارتها، هل ستكون أمامه عقوبات في ذلك، معوقات عفوا في ذلك؟ بالنسبة لمجلس الشيوخ، روبرت مينانديز السناتور من ولاية نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، وهو ديمقراطي بالمناسبة وهو من أصول كوبية، هو لم يبدي حماسا ولم يدعم هذه الخطوة، فبالتالي تعطي مؤشر أن الرئيس أوباما لم يتشاور معه. ولكن في نفس السياق نرى أنه في أوساط كبار السن من الكوبيين الأمريكيين يوجد حالة رفض شديدة، ولكن في أوساط الشباب الأمريكيين من أصول كوبية يوجد ترحيب كبير بهذا القرار. وكما ذكرت أن الاتجاه هو التحاور مع خصومك بدلا من الانعزال عنهم وفرض سياسة عقوبات، التي حتى بالرغم من مرور أكثر من 50 عاما لم تؤتي بنتيجة فعالة، وما زال نظام الإخوة كاسترو، سواء كاسترو الأكبر أو راؤول كاسترو الرئيس الحالي. نعم سيد أحمد، ما الذي يمكن أن تستفيده الولايات المتحدة؟ ما الذي يمكن أن تستفيده الولايات المتحدة من كوبا؟ أم أن هنالك سعيا لخلق طريق إلى أو بوابة إلى فنزويلا مثلا، إلى دول كانت الولايات المتحدة تعتبرها حديقة الخلفية وتعتبرها ربما إلى في الفترة القليلة الماضية تعتبرها دول ممانعة في الصف الآخر وليست مع صف الولايات المتحدة، هل يمكن أن يكون هذا هو الهدف من العلاقة مع كوبا؟ بكل تأكيد عودة العلاقات الأمريكية الكوبية هي مسمار في نعش النظام الفنزويلي في الأساس. فيدل كاسترو كان حليف وثيق مع الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز، وراؤول كاسترو حليف أيضا للرئيس مادورو رئيس الفنزويلا، وفنزويلا كانت تدعم كوبا عن طريق شحنات بترول مجانية أو بأسعار سياسية متدنية للغاية. ولكن مع تدني سعر البترول الرهيب في الوقت الحالي يضع ضغوط على الميزانية الفنزويلية، ويفتح أيضا الباب للتغلغل الأمريكي في الأسواق التي كانت فنزويلا تعتبرها أوراق ضغط على الولايات المتحدة. نرى كوبا سيد اليوم أحمد فتحي. وربما نرى بوليفيا غدا أو بعد غد. نعم سيد أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي من نيويورك، ومعذرة فقد ضايقنا الوقت.